احتفلت سفارة دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية بأعياد الكويت الوطنية التي تصادف ذكرى الاستقلال 60 والذكرى 30 ليوم التحرير. وهي احتفالات عنوانها البهجة والسعادة، نظمتها سفارة دولة الكويت ولعدة فعاليات أيضا بمناسبة الأعياد الوطنية، منها تزيين مبنى السفارة الكويتية في القاهرة بصورتين لسمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد حفظه الله. احتفلت السفارة الكويتية بالقاهرة بالأعياد الوطنية الكويتية التي تصادف ذكرى الاستقلال 60 والذكرى 30 ليوم التحرير. أهنئ الكويت على رأسها سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو ولي عهده الأمين حفظه الله، ولي سمو رئيس مجلس الوزراء، وإلى الحكومة والشعب الكويتي الوفي لهذه المناسبة الوطنية. بلا شك أن اليوم الوطني يمثل دلالة وطنية قوية لدى كافة شعوب الأرض والدول. بهذا اليوم نحتفل باستقلالنا ونشأة دولتنا الحديثة من 60 عاما مضت. الشعب الكويتي يعني يعتز كثيرا بهذه المناسبة المجيدة، ونهنئهم ونبارك لهم بهذه المناسبة. شهدت الاحتفالية عددا من الفعاليات المختلفة عن سابقتها في الأعوام الماضية، كإضاءة مبنى السفارة بألوان علم الكويت، وتزيين المبنى بصورتين لسمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد حفظه الله، وبعض العبارات الوطنية. جائحة كورونا يعني فرضت واقع مؤلم بالنسبة للاحتفالات، ونحن نتبع إرشادات الدولة والتزامنا بهذه الإرشادات. ونظرا لجائحة كورونا، اقتصر الحضور على عدد محدود من أعضاء السفارة وأعضاء المكاتب التابعة لها، والاكتفاء ببعض مظاهر الاحتفال بالأعياد الوطنية المجيدة. تزيين مبنى السفارة الكويتية بالقاهرة بأضواء الزينة وجه آخر من أوجه الاحتفالات بالأعياد الوطنية الكويتية، تعبيرا عن الفرحة بتلك المناسبة. من مقر السفارة الكويتية بالقاهرة، أمل مسعد، تلفزيون دولة الكويت.